بسم الله الرحمن الرحيم. تاجر من أغنى أغنياء أوروبا أعلن عن احتياجه لموظف، فتقدم لهذه الوظيفة 10 أشخاص، ولكنه وضع مسابقة عجيبة. هذه المسابقة أنه وضع 200 يورو ومصحف، فكان يخير الذي يريد الوظيفة في أن إما أن تختار 200 يورو أو المصحف. فتقدم 10، 9 منهم أخذوا 200 يورو بحجة أن عندنا مصاحف في البيت معنا الحمد لله، والأخير هو أفقرهم، تقدم فأخذ المصحف. فحاول أن يقنعه ب200 يورو، قال له: والله إنني أستحي من الله أن أخذ 200 يورو وأترك كلام الله عز وجل. عندها فتح الولد هذا المصحف فوجد فيه شيكا ب20,000 يورو، فبكى، بكى هذا الولد. فقال له هذا الرجل: لا تبكي، فأنا من أثرى أثرياء أوروبا، عندي سيارات وعندي عقارات وعندي بيوت وعندي أموال وعندي ذهب وعندي كل شيء، وسوف أتبناك وتكون ابني، وستكون هذه الأموال كلها لك بعد موتي. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فعلينا أن نطلب الرزق الحلال من الله سبحانه وتعالى، وأن نبذل الأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.